السلام عليكم ورحمة الله تعالى من لدن وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا مولانا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها وخوفا وتقا وورعا لك منك في الدين برحمتك ورضاك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نسألك الرضا بالقضاء، ونسألك الأمن عند اللقاء، ونسألك اللهم يا ربنا منازل الشهداء، ونسألك اللهم يا ربنا عيش السعداء، ونسألك اللهم مرافقة الأنبياء، وخاصة يا رب مرافقة الأمين عبدك مولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الفردوس الأعلى برحمتك ورضاك. هناك حديث أخواني عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله فيه بالروح إلى عمر كل ساعة. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوانا، طبعا سيدنا أبو هريرة من أكثر الصحابة حفظا لحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان دائما يلازم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحفظ منه الأقوال والأفعال والأحوال عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اسمه عبد الرحمن بن صخر، أصل اسم سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، من قبيل الدوس، قبيلة عربية كبيرة، لكن كان عنده سبحان الله هرة، يعني قطة، فكان يحوي دائما هالقطة هاي، فلقب بأبي هريرة، ويجوز أن نقول لقب بأبو هريرة على حسب إعراب الجملة. سيدنا أبو هريرة كان مشغوفا بجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكلنا يعلم إخواني أن هناك حديثا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الإسلام واحترامه للحيوانات، مو الحيوانات، لا غلط، ها الحيوانات غلط، الحيوانات بتسكين الياء، انتبه إخواني. لذلك الباري تعالى يقول: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، مو الحيوان، لا لا، الحيوان يعني من الحياة الباقية، الحياة الدائمة، هي معنى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الدائمة الباقية. هناك يا أخواننا حديث عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت امرأة النار في هرة، دخلت امرأة النار في هرة. هون طبعا أخواننا عنا حروف الجر إلى معاني في علم الإعراب، فكلمة هون في هرة أي بسبب هرة. هل مخلوقة حوت هرة عندها في البيت؟ لا، هي قدمت لها الطعام والشراب حتى تخلص من رقبته قدام الله عز وجل، ولا هي تركتها تسيح في الأرض تأكل مما رزقها الله تعالى.
فحبستها. فيوم القيامة لأنه روحت روح من روح الله سبحانه وتعالى، هي عايشة بروح مثل ما أنت بروح، هي بروح، لكن الفرق بينك وبينها أنت بتحكي هي ما بتحكي. هاد إخواني الفرق فقط، هاد هو الفرق، اسمه العجماوات في علم الشرع، اسمه العجماوات. فالله عاقب يوم القيامة بالدخول إلى النار. طيب، ورجل زان توعده وحدة بالحرام، صبية متزوجة أو ما متزوجة، فقام راح قضى شهوته فيها، إيه، وطبعا كما يقول القائل، اسمع شو بيقول القائل، قال ولذة ساعة ذهبت وولت، ولذة ساعة ذهبت وولت وأبقت بعدها حسرات دهري، ولذة ساعة ذهبت وولت وأبقت بعدها حسرات دهري، حسبنا الله ونعم الوكيل. أخواننا الله يحفظنا، قولوا أمين يا رب. الله يحفظ أعراضنا وزوجاتنا وبناتنا إكراما لسيدنا محمد يا رب. نعم، وأبقت بعدها حسرات دهري، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، فقام يا أخواننا هذا الرجل كان زاني، فهو ماشي بالطريق بيشوف أجلكم الله كلب، والكلب الله ذكره في القرآن الكريم، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا في بلعم ابن باعوراء، هاي الآية نزلت في بلعم ابن باعوراء، له قصة. قام سبحان الله الإنسان عطش، فعطش مو ولا شاف ايه الجب، هالجب فيه مي باردة، قام ولا طلع سبحان الله الحيوان كمان ايش عطشان، هالحيوان ايش عطشان، فشو قال؟ قال فعلا سبحان الله الكلب أجلكم الله بلغ من العطش ما بلغ به، فقام نزل كمان، يعني عباله نزل كمان عبى الخف له الحيوان هاد وشربه وروى عطشه وضمه الحيوان هاد. قال تصور انه ايش قد رحمة الله واسعة، فسبحان الله هالإنسان هاد يعني شوي عطشان سرب وسقها الكلب، فالله سبحانه وتعالى قال شكر الله له صنعه، هم معنى شكر معنى المغفرة والمحو لهذا الذنب اللي ارتكبه هذا الشخص من انتهاك عرض مخلوقة بنت أو مرأة، فشكر الله له صنعه فغفر له فأدخله الله الجنة. هي حقوق الحيوانات، هذا الإسلام اللي حفظ حقوق الحيوانات، مو دول أوروبا اللي تعطينا علوم عن حقوق الحيوانات، لأنه نحن ما عرفنا ديننا ولا عرفنا ندافع عن ديننا. طبعا هي كلها بحكام العرب، برقاب حكام العرب إلى يوم القيامة. أي إنسان ينتهك عرضه من مسلم في أي بلد فهذا في رقاب حكام العرب. لذلك سيدنا النبي يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول شيء إمام عادل، إمام المسلمين اللي بده يتقي الله في رقاب الرعية، اللي بده يتقي الله في أيتام الرعية، اللي بده يتقي الله في أطفال الرعية. الصور يوم القيامة الله تعالى يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، لأن الله خلق السماوات كلها إيش ملتصقة. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا شوي رتقا، أعوذ بالله قرة قدير بالك، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، مو رتقا، أعوذ بالله، اللي بيعرف معناه رتق يكتب لنا بالتعليقات لأنه معناتها دقيق جدا معناها.
رتقا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا يعني ملتصقتين ففتقناهما فتقنا السماوات السبع وطبقناهم فوق بعض وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. لذلك أول ما بدأ سيدنا النبي اتصور بكرة يوم القيامة بينك وبين الشمس مقدار ميل. العلماء سادات العلماء اختلفوا انه الميل هو الميل اللي بتتكحل فيه المرأة حتى تتزين لزوجها مو تطلع برا من شان يطلعوا عليها الناس، لا يحرم. أيما امرأة خرجت فاستعطرت فشم ريحها رجل أجنبي فهي زانية، هكذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فصور يوم القيامة الشمس، الشمس فوق راسك شقد بعيدة، إما نقول إنه مقدار ميل أكحل أو مقدار ميل تقريبا يعني شي 750 متر. والآن وين السماء يا أخواني؟ وين؟ اسمعوا أخواننا، الآن السماء في السماء الرابعة، الشمس في السماء الرابعة، 1,250,000 سنة ضوئية قال سيدتنا العلماء حتى تصل السماء الأولى، الثانية الثالثة هي بالسماء الرابعة. تصور شقد معناتها السماء بعيدة، وما عم نتحمل أيام تموز وآب نوقف تحت حر الشمس نص ساعة، لا سمح الله بضربة في الدماغ أو ضربة شمس أو شلون نوقف 50,000 سنة مما تعدون تحت حر الشمس؟ يلي أكل حرام وفطر في رمضان وأكل أموال الناس بدك توقف 50,000 سنة تحت حر الشمس؟ الله سبحانه وتعالى هون طبعا ببعت إيش يعني الهدايا لبعض عباده المتقين جل جلاله. سبعة يظلهم الله في ظله، إش قد الإنسان التقي النقي الورع الصالح اللي كان يخاف الله في دار الدنيا، إش قد بتمر عليه إخواني هل 50,000 سنة كما ذكر سادتنا العلماء، 40 موقف من مواقف القيامة كما ذكر أهل العلم. قال تمر على الرجل النقي الورع الصالح المؤمن الذي خاف الله في دار الدنيا، لا أكل حلال، لا تعامل بالربا، لا سرق، لا نهب، لا غش، لا طلع على عرجارته، لا كذا لا كذا، قال تمر كركعتين خفيفتين صلىها في دار الدنيا، يعني شارة 3-4 دقائق 50,000 سنة. إن إحنا نص ساعة ساعة ما عم نتحمل، مو 50,000 سنة يا رب، أجرنا يا رب. اسمع يا أخواني، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول شيء النبي بدأ إمام عادل، ما رأينا على وجه الأرض، ما رأينا على وجه الأرض أعدل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله أعدل أهل الأرض. مين بيجي بعده أخواني؟ العدل الثاني، العدل عمر العدل، سيدنا عمر بن الخطاب الله يرضى عنه وأرضاه. سيدنا عمر الله يرضى عنه وأرضاه له كلمة شو بيقول فيها؟ من شدة خوفه من الله تعالى قال لو أن شاة، سيدنا عمر بن الخطاب، والله أنا أتمنى أن أكون خادم لحذاء مس حذاء سيدنا عمر، والله أتمنى من الله هيك أحمل حذاء مس حذاء سيدنا عمر محبة بسيدنا عمر بن الخطاب. شو بيقول سيدنا عمر؟ قال لو أن شاة في أقصى بلاد العراق عثرت لوجدتني مسؤولا عنها أمام الله يوم القيامة، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ ليه؟ أنت أمير المؤمنين، أنت إمام عادل. إذا وحدة بتبكي أرملة ما عندها مصاري برغبتك يا عمر، كل حكام العرب خصمهم أمام الله سيدنا عمر، كل حكام العرب المسلمين اللي عم بيحطوا آلاف المليارات في معصية الله خصمهم عمر أمام الله يوم القيامة.
شخدتي عنا فقراء بسوريا ولا بتركيا ولا بالأردن ولا بمصر؟ هاي كلها في رقاب حكام العرب يوم القيامة، لن يستحي الله من عذابهم أبدا. سيدنا عمر الله يرضى عنه يقول: لو أن شاة في أقصى بلاد العراق عثرت. هو الذي كان يقول: يا ليتني كنت تبنى فأكلتني الشاة، من شدة خوفه من الله من السؤال أمام الله. لا يحسن ينام لا ليل ولا نهار، يخاف إن نام بالليل أكل حق الرعية وينام بالنهار ضاعت الرعية. ينام ساعة ساعتين. سيدنا عمر الله يرضى عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب عملاق الإسلام الله يرضى عنه وأرضاه، يوم من الأيام يا أخوانا عم بتفقد الرعية بالليل. هاي إمام عادل الآن يرقد جسده الشريف بجانب سيدنا أبي بكر وبجانب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عم بتفقد الرعية بالليل، ولا شاف مرة، ولا المرة عم تطبخ. قصة مشهورة عن سيدنا عمر عملاق الإسلام فاروق هذه الأمة المبشر بالجنة من فم سيدنا محمد، رغم أن في كل حاقد أو جاحد. سيدنا عمر الله يرضى عنه من مبشرين بالجنة. دخيلك دخيل حذاء سيدنا عمر إيه؟ ولا المرأة عم تطبخ. شو عم تطبخ؟ سيدنا عمر شايفها شي ما شايفته الدنيا ليل بصحراء المدينة المنورة. على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على شفيع محمد صلى الله عليه وسلم. يا عيني على سيدنا عمر يا عيني. إيه إخواني، وقف وقف. الله يقول: لا تعببكم حوالي أمن. يا الله ما أصعبها يا أخوانا. والله يا أخواني لو مع أولادي، مع أولادكم، الله يخلي أولادكم جميع، والله صعب، والله بنبكي دم. ابنك عببكي من الجوع وما بطلع في إيدك شيء أبدا. أخواني وقف سيدنا عمر الله يرضى عنه وأرضاه شوي شوي. إيه والله عجب الطبيخ، ما يعني ما استوى. شوف أدب سيدنا عمر مع حضرة الله، فهم سيدنا عمر للقرآن الكريم الله يرضى عنه وأرضاه، وصل المخلوقة. والله صاح: يا أهل النور. اسمع، ما صاح يا أهل النار، صاح يا أهل النور. قالت له المرأة: مين خيو، مين أنت؟ قال: أنا خيتو، أنا فلان عبد الله ورسوله. ما أنا فلان. تفضل. قال: ايش عم تسوي يا اختي؟ اقترب بادب واحترام طبعا. خير؟ قالت: والله عم بطبخ للاولاد. قال له: فرجيني الطبيخ. طلع سيدنا عمر شو الطبيخ؟ رز، ملوخيه مجدره، عصب حامض، كبسه، لحم عجين. شو طلع سيدنا عمر ولا شو الطبيخ؟ احجار. شو؟ احجار. يا ويل لحكام العرب يوم الله يوم القيامة، يلي بيدفعوا مليارات من شان يروح على شواطئ باريس وفرنسا، والمسلمون يذبحون ويقتلون ولا علم لهم بذلك. يا ويل كن يوم الله، شلون تلاقوا الله بكرة؟ داك تموتوا. قارون اللي عاش 400-500 سنة، اللي كان عنده أموال الأرض كل ما في عنده الآن، قد قارون آخر شيء: فخسفنا بي وبداره الأرض. الله يخسف الأرض بكل ظالم، عم بظلم حقوق العباد وعم ياكل حقوق العباد، وعنده يعطي للفقراء وما بيعطي، بس يعطي لأهل إيش؟ لأهل الكبرى، لأهل المسؤولية بيعطي من شان يضل قريب منهم. أما من الله ما هو همه.
تقرب من الله، ما تقرب من الله موهبة الله كله عز سبحانه وتعالى. معليش، عش ما شئت فإنك ميت. بده يجيك مرض السرطان، بده الله يبعث لك مرض السرطان. والله أعلم رجل أيها الإخوة في إحدى الدول العربية والعياذ بالله تعالى، تعرف الله بإيش ابتلاه بمرض السرطان؟ 13 سنة ظل، 13 سنة الله ابتلاه بمرض السرطان في الكلاوي والعياذ بالله تعالى، من شدة ما يصيح العالم ما تبرك جنبه. هاي بدار الدنيا. اسمع شو بيقول الشاعر، اسمع: ياللي ظلم العباد وظلم البلاد، ياللي برقبته دم ليوم الدين إلى يوم القيامة. اسمع عن الظالم: لا لا مقتدرا يا عيني، فالظلم فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك يا عيني يا عيني، تنام 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 عيناك، والمظلوم منتبه، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك يدعو عليك يدعو عليك يدعو عليك وعين الله تنمي. عينه ما نامت، عينه ما نامت. الظالم اللي ظلم العباد وحقوق العباد، عين الله ما نامت. الكون بده يمشي وما وراه يتغير، وما بتقوم القيامة إلا بأمره، بس أنت يا ظالم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. حدثنا أحد السادة العلماء عن رجل كان يعذب الناس، وكان يعني والعياذ بالله تعالى يفعل ما يفعل. فدعت عليه امرأة طاعنة بالسن، عمرها 65 سنة، فكان يريد أن يعتدي عليها. فشو قالت له؟ قالت له: إلهي بعزتك وجلالك انتقم منه، ويطلب النوم ما يناموا. وصار تدي عليه أخوانه، وقام والعياذ بالله تعالى بعد ما صابوا المرض راب حادث السيارة. والذي أنزل القرآن بالحق على قلب سيدنا محمد، ما حسنوا غسلوم الحادث، فأرادوا أن يصلوا عليه في إحدى المساجد في إحدى الدول البعيدة. والله حاولوا يدخلوا المسجد مرة مرتين وثلاثة، وما دخلش المسجد. المسجد قرف منه يدخل لجوا. هذا في دار الدنيا. لكن الظالم يوم القيامة الله هو قفله بالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. سيدنا عمر قال له: يا ما شو عم تساوي أنت؟ قالت له: والله عم بطبخ له. شو عم تطبخ؟ قالت له: حجار. قال له: شو حجار؟ اسمعوا يا أخوانا، شو عم تطبخ حجار؟ قالت له: والله أنا مرة أرملة، عندي يعني 7-8 أولاد، و جاي لعند يعني هذا أمير المدينة،
من شان يعني من شان أطلب منه يعني يعطيني راتب أو شيء، أو يعني مو يساعدني. لكن خلي طيب يا أمي، إيش بعرفه عمر فيكي أنت هون؟ اسمعوا يا شباب، في صحراء المدينة، وين سيدنا عمر بالمدينة؟ وين عزب 10 12 كيلو؟ إيش بعرفه بهالليل مين هونيك؟ قالت له شو إيه؟ قال لي يا أمي طيب عمر ما بعرفك، شو بعرفه أنه أنت هون؟ قالت له دعني من عمر، دعني من عمر، شكوت عمر إلى الله، شكيتك لله يا عمر. سيدنا عمر كان صاحي، سيدنا عمر كان صاحي وصار يبكي. قالت له كيف يتولانا ثم ينسانا؟ بس انت رئيس دولة هيك بارك على كرسي أكل وشرب وطيران وسفر ودولارات وآلاف المليارات كلها تحت أمرك، ها؟ نسيت يا بن آدم انه بكرة لك حفرة، نسيت انت يا مسؤول بكرة قدام الله في بكرة لك حفرة. إنكم تحرصون على الإمارة وإن خزي وعار وندامة يوم القيامة إلا من اتقى الله فيها. ومن جملة سيدنا عمر، راح سيدنا عمر يرقد، راح سيدنا عمر يرقد، راح جاب لنا هالأكل هالشرب معه خادمه. بعد ما خلصوا قال له يا أمير ما بدنا نمشي؟ قال له لا، وين نمشي؟ على ظهره حامل السمن والدقيق والشعير والحنطة على ظهر سيدنا عمر. قام قال له خادمه، قال له سيدي أعطينا الشيل عنك. قال له ويحك ابتعد عني، أنت تحمل عني وزري يوم القيامة، أنت تحمل عني وزري يوم القيامة. وين الخوف من الله؟ وين؟ وين الحساب لله بكرة يا أخواني؟ وين؟ يا رب دخيلك أستر. تاني يوم راحت عم تسأل وين أمير المؤمنين هذا عمر، ولا باركين الصحابة عن جنبه سيدنا عثمان، سيدنا علي الله يرضى عنه وأرضاه، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر، أبي ابن كعب، أبي سيدنا أحد يعني أحد الصحابة الكرام، أبي ابن كعب، قراء المدينة كلها باركين مع سيدنا عمر. ولا عم يقول له واحد يا أمير المؤمنين، قام خجلت وخافت، قال لا لا بنتي تعي 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 تعي، أنت إلك مظلمة عندي، أنا ظالمك يا أمير. قال لا يا ابن مسعود، هذا قصة هيك 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 امبارحة، شقد بتبيعيني مظلمتك؟ شلون دبيعك؟ لا بترضى أعطيكي 1000 2000، سامحيني؟ سامحت وأعطاه مبلغ من المال. شو قال له لابن عبد الله؟ تعال يا عبد الله، تعال يا ابني تعال. إجا سيدنا عبد الله بن عمر رضي عنه أحد العباد الأربعة بعلم الحديث وعلم الدين والإسلام، قال له يا ابني من عبد الله عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان، أما بعد فقد أديت حق المظلمة التي لها علي يا ابني، إذا أنا متت. الله، شقد كان يخافه من الله، شقد كان يخافه من الله، شقد كان يحسب حساب للوقوف بكرة قدام الله عز وجل. هات لشوف يا ربي دخيلك. قال له عبد الله ابنه خير بابا، قال له بيكتب كذا كذا كذا، يا ابني هالورقة أمانة، لعل الأخت استحت مني أو من صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان طبعا متوفي، وكان سيدنا أبو بكر الصديق الله يرضى عنه متوفي، لعل استحت من هدول سامحتني. يا ابني أمانة برقبتك، بس أموت بتحطها تحت راسي أو جنبي في القبر. قال له لي يا أبتاه؟ قال له يا ابني لتشهد لي أمام الله يوم القيامة أنني أديتها حقها. هذا الخوف من الله، إمام عادل. وين بكرة حكام العرب بكرة من الله ذين وقفوا بكرة؟ قال وشاب نشأ في عبادة ربي. إذا بدنا نحكي عن سيدنا عمر ما منخلص، إذا بدنا نحكي عن ساحة وعن رحاب الفاروق عمر الله يرضى عنه وأرضاه ما منخلص عن سيدنا عمر، بدنا شهور. لكن يكفيه فخرا أن جثمانه الشريف الطاهر بجنب سيدنا أبي بكر وبجنب سيدنا محمد، وزوجته عفوا بنته زوجة النبي
سيدنا أبو بكر، السيدة عائشة، أمي الطاهرة، الرزان الحصان، حذاؤها على الرأس إلى يوم الدين، ستنا عائشة الله أرضى عنها وأرضاها، زوجة النبي، دفين البقيع، البقيع الطاهر، بقيع الغرقد، هذا ما في من الصعقة، إكراما لمن جاوروه صلى الله عليه وسلم. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه، شاب نشأ في عبادة ربه، الشاب اللي عصم نفسه وعصم فرجه عن الحرام، قد يكون ما هو متزوج، قد يكون يحسن يستطيع يروح لأي محل، هناك كثيرات والعياذ بالله تعالى بمية 150 ليرة يدخل لعدة تتغاوله وتلبس له وياخذ حقه ويستحم ويطلع ما حدا شافه، منعه كل ذلك خوفه من الله. بده يجي بعدين لسه في أصناف 7-8، الشاب اللي لازم المسجد بما يستطيع طبعا، اللي صام رمضان وحفظ حق الله بهالشهر الكريم، هذا يوم الله بده يظله تحت ظل عرشه، يوم بتكون الشمس مقدار ميل والله بيأمر الشمس يزيد حرها 7 أضعاف على ما كانت عليه في دار الدنيا، 7 أضعاف على ما كانت عليه في دار الدنيا. شاب نشأ في عبادة ربه، هذا الله بظله، هنيئا للشاب اللي خاف الله، هنيئا للشاب اللي قدم لزوجته أولاده وعف زوجته ونفسه عن الحرام، هنيئا للشاب اللي اشتغل وقدم لبابا وماما لسانه طيبين على قيد الحياة. والله الله ما راي ينساك، والله الله ما راي ينساك، لا تخاف الله ما بينساك. نعم إخواني نعم. ورجل قلبه معلق بالمساجد، يا الله ما معنى إخواني معلق قلبه بالمساجد؟ يعني مو معناتها يروح نحط له حبل، لا لا إخواني لا لا، كلام حضر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كلام دقيق. يعني اليوم أنت عم تشتغل جنب الجامع، أو أنت خيو شاب الحمد لله عندك دكان، عندك سوبر ماركت اللي هو أدن العصر، عسري حطيت حدا مكانك مثلا، أو رحت مباشرة لوين عجة حطيت سكر دكان، رحت صليت العصر جعت لسه، وين بالك؟ بالك في صلاة المغرب، ما تروح مني صلاة المغرب. الله يرحم إخواننا القديمين كان يقولوا المغرب غريب، يعني لأنه وقته إيش قصير إخواني. نعم المغرب غريب على السريع، هو صار الوقت رجعت على الجامع، فوين قلبك معلق؟ بالصلاة، صليت عم تستنى البعدة، مانك مرتاح بدك تصلي، بقى تصلي العشاء، أبشر أنت في ذمة الله، اللي بصلي العشاء في الجامع في ذمة الله. إذا واحد بذمة الله بيخاف شيء؟ حدا بيقرب عليه شيء؟ حدا بحسن بهينه شيء؟ لأنه بذمة الباري عز وجل، من صلى العشاء فهو في ذمة الله. شايفين يا أخواني؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد، لذلك الباري سبحانه وتعالى يقول إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، الله، ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم، خالدين فيها، إن الله عنده أجر عظيم. يا عيني. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وين المحبة لله؟ والله يا أخوانا قليل
الجميل اللي تكون محبته لله، محبته لغاية. مشان أنا أضحك على حمده وعلى أحمد وعلى محمد بصاحبه، مشان اللي شغلة ما أضحك عليه بضل جمعة وجمعتين حتى أخذه. وبعدين يلا قال حط له صابونة وتفشه، يلا إذا شفت الأعمى طبه أنت مانك أرحم من ربه. يا ويل من الله اللي بيقول هالكلمة هاي، يا ويل من الله يلي بيقول هالكلمة هاي. بدل ما نرحم الأعمى ونقوده، هذا اللي أخذ له نظر وقال له الله يا الله قادر ياخذ نظرك ونظري ونظر الكل بالأقل من لحظة. رجل تحابا في الله، محبتك لله لغير الله أنت بتعرفها من قلبك. على الله ما حدا بضحك. سيد الشيخ محمد النبهاني الله يرضى عنه وأرضاه شو كان يقلنا؟ يقلنا ابني والله إيش قد صاحبت في هالدنيا، والله ما رأيت صاحبا مثل الله تعالى. الله ما بكرهك، والله سبحانه وتعالى بحبك، والله عز وجل ما بمقتك بمجرد ما تتوب إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الله ما خلقك من شان يعذبك، خلقك من شان يرحمك ومن شان يتوب عليك. خلي محبتك لله، خلي محبتك يوم القيامة تكون خالصة لوجه الله حتى يجلسك الله على جبال الكثبان والكافور يوم القيامة، من جبال من ذهب وفضة وكثبان المسك والكافور. هؤلاء هم المتحابون في الله. أما إذا بدي أحبك وتحبني من شان غرض، هالغرض ما بيدوم. ما كان لله فهو المتصل، وما كان لغيره فهو المنقطع. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. لذلك ما شفنا نحن صاحب في هذه الحياة أطهر ولا أشرف من صحبة النبي لسيدنا أبي بكر الصديق. رضي الله تعالى عنك يا صديق، رضي الله تعالى عنك يا سيدنا يا أبا بكر صاحب سيدنا رسول الله في الغار. كان مع سيدنا رسول الله في الغار، أثبته القرآن وعلماء السيرة بإجماع العلماء إلى يوم الدين أن الذي كان مع سيدنا محمد هو سيدنا أبو بكر الصديق. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله الوسنة فيه. كلمة مبتدأ الله مضاف والزلال مضاف هي العليا خبر، وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وهكذا أيها الإخوة وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. غدا نشرحها بأمر الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا وما تحصل من قراءة من كلامك الكريم من بعد إذنك يا مولانا، هدية واصلة منا مطيبة بأطيب العطور إلى مقام إمام أعظم الأنبياء وسيد المرسلين، ومنه يا مولانا إلى روح صاحبي الشيخين العظيمين الجليلين التقيين الورعين الصالحين السيدين
الوزيرين الطاهرين المقيمين بجنبيه إلى يوم الدين، سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، وإلى باقي العشرة المبشرين، وإلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وإلى أصحابه الغر الميامين، وإلى جميع الأقطاب والأبدال والشهداء والندباء والنجباء، وإلى رجال الله المتدركين، وإلى رجال الله الأربعين، وإلى روح آباء وأمهات وأولاد وبنات إخواننا الذين يسمعوننا الآن في هذه اللحظات المباركة. اللهم يا رب إكراما لسيدنا محمد، وإكراما لاسمك الأعظم، وإكراما للملائكة الذين يطوفون حول بيتك، وإكراما للملائكة في السماء السابعة في البيت المعمور يطوفون حول بيتك الطاهر، نهدي إلى روحهم منا جميعا ثواب قراءة سورة الفاتحة. وأستودعكم الله وأضعكم في وديعة الله، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.